أثار منشئ المحتوى المغربي الزبير هلال قلق متابعيه عقب إغمائه بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في مونديال قطر. وتقاسم الزبير هلال مع متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام أجواء مباراة المنتخب المغربي من داخل ملعب التمامة بقطر عبر خاصية ستوري إلى أن أغمي عليه بسبب ارتفاع ضغطه هذا وقد عاد الزبير هلال وطمأن متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة قائلان الحمد لله وليت مزيان شكرا على ميساجاتكم